شوطنا الرابع والشوط المميز وشوط الشعارات، شوط الأداءات والتميز والأحداث الهائلة. بدأنا بسم الله تعالى بهذا الشوط المتميز وأول المنطلقين من يحمل رقم 8. نعم، هنا الشيخ سالم بن عتيق الضيوف العطوي، طيب الله وجهك يا أبو محمد على التفريحة الرائعة. 150,000 وضحت لهذا الميدان وها هو الشعار ينافس بالأشواط. شكرا لك وشكرا لأبو يزيد ثاني المراكز. الله، وصل شعار الإنجاز، وصل شعار الإنجاز. مثل أحمد حمود الابنوي تقدم وحضر بهذا الشوط، ولكن هنا من حضر؟ الله، محمد بن سالم ابو يديه مع الديبه، وراح الديبه والله واصل. هذا شعار فزعه واعرفه جيدا، ولكن من اللي قادم؟ من اللي حاضر؟ شوف وركز الشيخ عبد الله بن عتيق الضيوفي. الله، شعار الانجازات، شعار السجلات، يتقدم رويدا فرويدا، ولكن خلك وروح. الله، شكرا لك، شكرا يا ابو محمد. هذا الحضور المتميز، الشيخ سالم بن عتيق الضيوفي مع غادير. غادير ويا غادير، هذا الاسم الجميل، هذا الاسم المتميز، هذا الاسم الرائع، غادير. ولكن هنالك من هو حاضر؟ صالح بن بنية الابنوي مع وزن، وزن يا وزن، ولكن بكون معك يا غادير. غادير، ذكرتيني بالمغرب العربي. الله يا غادير، جمالك افاق على المغرب العربي باكمله بقدرته وجماله. شكرا لك يا ابو يزيد، شكرا لحضورك، وشكرا لابو محمد على هذا الاداء التميز، شعار الانجازات وشعار القوة والاداء. الشيخ سالم بن عتيق الضيوفي، شكرا يا ابو محمد لحضورك الجميل. ثاني المراكز وزن لصالح بن بنية البلوي، وثالثا محمد بن سالم ابو دي، ورابع المراكز 17 عاد بن محمد السعيدات الحطوي مع خلا، وخامس المراكز هنالك محمد بن سليمان البلوي مع التزام. والتوقيت الزمني هو 2:10:07 من الثانية. شكرا لك يا ابو محمد على هذا الحضور الميمون مع غدير.